سيد بلال إبراهيمية، طالب جامعي، لديك كذلك مداخلة تريد أن تتوجه بها لإيمان، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي يوسف، نرحب بضيفة مش الكريمة مستمع الفنانة ميمو، القديرة إيمان. الله يسلمك. بما أنه اليوم سجيت عن ندم، هل ندمت أنت في يوم من الأيام عنك حبيتي واحد يعني عني بما يخص الندم؟ اوكي داكور، سأبدأ ندم مليح. بالسؤال الشخصي. تبدأ بسؤال شخصي. ندمت أني حبيت شخص؟ لا، كما قلت لك، وإن ربما التجربة عندها حاجات ما يعجبوش، ولا كنت نتمنى أني ما نشوفهمش في الشخص أو ما نعيشهاش في العلاقة، ولكن ما نندمش. نقول في الأخير هذا الشيء، ربما ندمت في بعض النقاط اللي تخص تعاملي أنا، وربما نندم على، نقول في علاقة الواحد لو يسامح مرة أو أكثر خلاص، أو جاب المشاكل لعمره، يعني في الأخير أنا المسؤولة على الباقي. ولكن يعني هكا اون جينيرال ما ندمتش. كم مرة أحببتي؟ نعم، كم مرة؟ عملك كاين الحب الأول quand on découvre et qu'on pense qu'on est amoureux وعنده تفسير. مثلا انا قصتي الاولى لما حبيت شخص كانوا يقولوا لي نو ايمان، لانه الاب متوفي فراكي تبحثي على الحنان اللي ما لقيتيهش، اللي كان ناقصك في حياتك، مع انه انا ما نوافقش يعني كثير هذا الراي. اوكي، كانت قصص حب قولوا 3 مرات في حياتي، والاخيره كانت اقوى قصه حب واكبر حب في حياتي، لدرجه انه ما تهضري عليها يعني كبريه. سافيتي انكور. نعم، وي، ما خرجتي، ما زالت نعم. وفيه للحب. انا الثالث، انسانه ما نقدرش نعيش الثالث، من غير حب. لا، اتحدث عن الحب الثالث. ما زلت وفيه للحب الثالث؟ كيف يعني؟ الوفاء لازم يكون، ما دام يكون في حب اكيد يكون وفاء. نعم، بصفه اخرى نعم. انا لماذا لم تكلل لم يكلل هذا الحب بما انه كان قوي بالزواج؟ ايه، لازم حصه اخرى. حكايه اخرى. نو، ولا يدخل فيها المكتوب. شوف، الاشخاص حتى ولو تتحب لدرجه تاع الجنون، ولكن ساعات سواء يا اون انكومباتيبيليتي، ولا كان غير اللي من الافضل انه الطرفين يبقوا بعاد على بعضهم ويبقوا يتحبوا عن بعد وبكل احترام.